بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس السادس في اقتصاديات الموارد والبيئة بعنوان نموذج هوتلينك في تسعير المورد الطبيعي، أو هوتلينك برايسينج موديل فور الناتشرال ريسورس. هذا النموذج، نموذج هوتلينك موديل، يعتمد على عدة فرضيات. الفرضية الأولى بأن المورد الطبيعي غير متجدد، non-renewable resource. يباع هذا المورد في سوق تنافسية تامة، perfectly competitive market. ثانيا، المورد غير قابل للتدوير، non-recyclable resource. ثالثا، هناك فرصة ضائعة من عدم استخراج المورد، وهنا المقصود بها الفرصة الضائعة بأن هناك ثمن لهذا المورد إذا لم يستخرج، معنى ذلك بأن هناك فرصة ضائعة يعني تذهب سدى على صاحب المورد. رابعا، يمكن استخراج المورد دفعة واحدة، one time period، أو خلال فترات متعددة، multiple time period. التمثيل البياني على المحور الأفقي هي الكمية عبر الزمن، كمية مستخرجة منه، الكمية المستخرجة عبر الفترات الزمنية. على المحور العمودي السعر طبعا بيختلف من فترة لفترة السعر. وعند الديماند فانكشن وضعنا هنا الآن demand، لكن وضعنا دالة الطلب العكسية، هي بالعادة إنه الكمية المطلوبة تساوي A ناقص معامل مضروب في P اللي هو price، فعكسناها حتى نحصل على بعض المعلومات المفيدة. فهذه هي دالة الطلب العكسية، price is a function of Q وليس العكس. عند الآن هذه دالة الطلب العكسية بلون أزرق، نقطة التقاطع دالة الطلب العكسية مع المحور العمود اللي هو على السعر بعطيني معلومة مهمة جدا عما يسمى السعر الخانق، choke price. السعر الخانق تعريفه في اقتصاديات الموارد والبيئة بأن السعر الذي أنه السعر الذي يجعل الكمية المطلوبة تساوي صفرا، تساوي صفرا. الآن لنفترض بأن لدينا البيانات والمعلومات الآتية عن دالة الطلب أو demand function على المورد الذي نتحدث عنه كالنفط على سبيل المثال، ولدينا معلومات عن الكلفة الحدية margin cost لاستخراج كل وحدة من وحدات هذا المورد. لنفترض بأن الدالة هي P price تساوي 350 ناقص Q، هذه دالة الطلب العكسية كما أشرت قبل قليل، فتساوي 350 ناقص Q، حيث Q ترمز للكمية الكلية المتوافرة من المورد. هذه Q تساوي الكمية الكلية المتوافرة من المورد. لنفترض أيضا بأن Q الكمية الكلية المتوافرة المورد تساوي 160 وحدة، وأن سعر الفائدة R يساوي 5% باعتباره كلفة الفرصة الضائعة أو البديلة opportunity cost، وأن الكلفة الحدية لاستخراج المورد هي marginal cost يساوي 40. الآن ما يعني بناء على البيانات والمعلومات المذكورة من الناحية البيانية بأن الآن على المحور الأفقي ما زالت الكميات المستخرجة Q تي لكل وحدة زمنية، عندي البرايس اوف تي برايس يعني خلال الفترات الزمنية، والديماند فانكشن هذا اللون الأزرق، عندي التشوك برايس يساوي 350 حسب المعادلة، معادلة طبعا دالة الطلب العكسية بي تساوي 350 ناقص كيو، ما يعني عند الكمية تساوي صفرا كيو، فبكون السعر 350 وهو السعر الخانق أو تشوك برايس. الآن هذا هو الديماند فانكشن حسب المعلومات التي توافرت لدينا قبل قليل بأن المارجنال كوست يساوي 40 عند هذه الحالة. إذا كان عندي الآن كمية غير محدودة من هذا المورد، وحسب قاعدة أن المارجنال ريفينيو يساوي المارجنال كوست، أو المارجنال كوست يساوي المارجنال ريفينيو اللي بيعظم الأرباح المنشأة في السوق التنافسية، معنى ذلك بأن الديماند البرايس هنا، لأنه وضعناه على شكل دالة عكسية برايس تساوي 350 ناقص كيو اللي هو دالة الطلب العكسية، بمعنى آخر الآن برايس بدلالة الكوانتي ديماندد، أما في دالة الطلب العادية بتكون الكوانتي ديماندد بدلالة البرايس. فهنا الآن مارجنال كوست يساوي 40، ما يعني أنه مارجنال كوست يساوي 40 يساوي البرايس، فعندي بلتقي الآن منحنى الطلب هذا العكسي P تساوي 350 ناقص Q مع المارجنال كوست، مارجنال ريفينيو يساوي مارجنال كوست، وبالتالي الآن الكمية التي لو كانت الآن الكمية من هذا المورد متوافرة بكميات لا نهائية، فلا بد بتعويض الآن
لـ40 في هذه المعادلة بعطيني الكمية الواجب استخراجها التي تعظم أرباح هذه المنشأة، لازم 310 وحدات من هذا المورد. طبعا يساوي السعر هنا، هذه حالة كمية غير محدودة. لكن طبعا الشرط اللي بتوفر انه المارجن كوست سوى 40 يساوي السعر. اذا استخرجنا هذا المورد دفعة واحدة اللي هو 160 حسب ما هو متوافر بالمعلومات السابقة، ما يعني الان هنا بتكون 160 ويباع بسعر بالتعويض 160 محل كيو هنا، فيباع ب 190. يعني بتكون هنا 160 350 ناقص 160 يساوي 190 إذا استخرجنا هذا المورد دفعة واحدة. استخراج المورد دفعة واحدة. الآن لنفترض الآن بأن المورد سيستخرج خلال فترتين، فترة T تساوي صفر الآن يعني، والفترة اللاحقة T تساوي واحد، يعني بعد مرور فترة كاملة. ما يعني بأن شرط التوازن، الآن شرط التوازن حسب هوتلينج موديل أو حسب نموذج هوتلينج تقول لي أنه السعر في الفترة T تساوي صفر ناقص المارجن كوست مقسم على واحد زائد R سعر الفائدة هون القوة صفر تساوي P في الفترة الثانية اللي هي الأولى طبعا في هذه الحالة ناقص المارجن كوست على واحد زائد سعر الفائدة القوة واحد. بالتعويض طبعا يمكننا تقسيم كمية الاحتياط من المورد كما يلي. الآن عندي كمية الاحتياط Q تساوي 160، فبقدر أقسمها لفترتين، كيو أخذتها في أو نستخرجها بالفترة تساوي صفر اللي هي الأولى، والفترة الثانية اللي هي كيو تساوي واحد، كيو واحد طبعا تساوي 160، ما يعني بأن كيو صب زيرو الكمية التي سأستخرجها الآن في الفترة تي تساوي صفر تساوي 160 ناقص كيو صب 1. نكمل. الآن يمكن النظر إلى السعر في فترتين، بي صب زيرو اللي هي السعر في الفترة تي تساوي صفر، والسعر في الفترة تساوي تي تساوي واحد كما يلي. بي صب زيرو تساوي 350 ناقص بالمعادلة، يعني منعوض الآن في المعادلة، ناقص كيو صب زيرو اللي هي الكمية التي نستخرجها في تي تساوي صفر، والسعر في الفترة اللاحقة اللي هي الفترة تي تساوي واحد تساوي 350 ناقص الكمية التي سنستخرجها في الفترة T تساوي واحد. بالتعويض في P صب زيرو ناقص مارجن كوس على واحد زائد سعر الفائدة القوة زيرو تساوي P في السعر، يعني السعر في الفترة T تساوي واحد ناقص المارجن كوس على واحد زائد سعر الفائدة القوة واحد. نكمل هنا بالتعويض مباشر نحصل على 350 من معادلة الطلب العكسية، ناقص Q صب زيرو ناقص المارجن كوست على واحد زائد سعر الفائدة الكل للقوة صفر تساوي 350 ناقص Q صب 1 ناقص المارجن كوست بالتعويض المباشر أكرر هنا على واحد مقسم على واحد زائد 5% سعر الفائدة للقوة واحد. الآن بالتعويض المباشر 350 الآن بعوض حسب المعادلة التي توصلت إليها قبل قليل، دعني أذكر بها لو سمحتم. هنا الآن اوكي كيو صب زيرو يساوي 160 ناقص كيو 1 اوكي برجع لها الآن، وبالتالي الآن بالتعويض المباشر حصلت الآن على 350 ناقص كيو صب زيرو ناقص المارجن كوست على واحد زائد سعر الفائدة القوة صفر يساوي 350 ناقص كيو 1 ناقص المارجن كوست على واحد زائد سعر الفائدة للقوة واحد صحيح. وبالحالة هاي بكون عندي الحسابات كما يلي، 350 ناقص 160 ناقص كيو بدل هذه كيو صب زيرو ناقص الـ40 مارجن كوست مقسم على واحد زائد سعر الفائدة للقوة صفر تساوي 350 ناقص كيو ناقص سعر المارجن كوست يساوي 40 على واحد زائد 5% القوة واحد. هنا الآن بالضرب التبادل نحصل على الشريحة هاي قبل الأخيرة، 350 ناقص 160 ناقص كيو 1 بالتعويض المباشر ناقص 40 على واحد زائد سعر الفائدة 5% القوة صفر تساوي 350 ناقص
كيو صب 1 ناقص 40 على 1 زائد 5% للقوة 1. هنا الآن لأنه للقوة 0 فبصبح عندي 1 صحيح. هنا طرحت الآن 350 بنطرح منها 160 و40 أخرى، فبكون عندي طبعا إشارة سالبة هون تدخل على إشارة سالبة هي ترجع لها موجبة، وبالتالي النتيجة قبل النهائية 350 بروح منها 200، بيبقى عندي 150 زائد كيو على 1 صحيح تساوي هنا 350 بيطرح منها 40 تبقى عندي 310 ناقص كيو 1 على 1.5%. الآن نضرب ضرب تبادلي بيطلع عندي 101.5% مضروب في 150 زائد 1.5% مضروب في كيو 1 هكذا، يعني هاي القيمة، هذه القيمة مضروبة في هذه القيمة اللي هي جاية في البسط هنا، والواحد صحيح مضروب في البسط المقابل له بيعطيني هذا الجواب. بيطلع عندي هنا 1.5% مضروب في 150 زائد 1.5% مضروب في كيو 1 تساوي 310 ناقص كيو 1، والجواب النهائي بيطلع عندي 2.5% كيو 1 عندما جمعت كيو 1 مع 1.5% من كيو 1 بيطلع عندي 2.5% كيو 1 تساوي 152. لما ضربت هنا 150 ضرب 1.5% بيطلع عندي طبعا هذا الرقم، اذا حاصل قسمة تساوي 74.39، وهي الكمية الواجب استخراجها في الفترة الثانية عندما تي تساوي 1. نكمل الآن بالتعويض بدل الكمية الصفر. هنا كيو صب 0 اللي هي بالفترة الحالية تساوي 160 ناقص 74.39 أو 74.39 يبقى عندي 85.61، أي بمعنى آخر يجب على صاحب هذا المورد أن يستخرج في الفترة الحالية الآنية الآن 85.61 وحدة من هذا المورد. الآن السعر الذي يجب أن تباع به هذه الكمية لكل وحدة طبعا تساوي P sub 0 تساوي 350 ناقص 85 بالتعويض المباشر في دالة الطالب العكسية، فيجب أن تباع كل وحدة ب 264.39. أما السعر في الفترة اللاحقة ويتوقع أن يكون أعلى من السعر في الفترة الحالية، P sub 1 تساوي 350 ناقص كمية الاستخراج 74.39، فيجب أن تباع لكل وحدة 275.39 لكل وحدة. الآن يمكن لنا أن نبين ذلك بيانيا في هذا الرسم البياني هنا، على المحور الأفقي الزمن وعلى المحور العمودي السعر لكل فترة زمنية. الآن في الفترة الزمنية تي تساوي صفر يجب أن نستخرج 85.61 وهي تأتي على المحور الأفقي عند هذه النقطة، وتباع ب 264.39 لكل وحدة. في الفترة اللاحقة اللي هي تي تساوي 1 يجب أن نستخرج هذه الكمية 74، بتكون أقلها 74.39 لأنها أقل أصبحت نادرة فسعرها سيرتفع إلى 275.39. يمكن لنا أن نمثل هذه العلاقة بين انخفاض الكميات المستخرجة عبر الزمن مع ارتفاع أسعارها لأنها أصبحت نادرة على شكل هذا منحنى متقطع، يعني بدلني أنه يعني منحنى السعر يرتفع. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لطلبتنا في أقسام الاقتصاد في كل أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.